ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين: الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو، والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء أنزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا، ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل في بيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح، ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخره.